اب میں پاکستان کے نامور قاری جناب محترم قاری خوشی محمد صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن غيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى.
ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. قاری خوشی محمد الازہری تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے.